احنا لسه ما اتغدناش ولازم نتغدى. شوف الناس استقبلوه ازاي. انت مش شايفنا رجاله؟ قال له ايه مش شايف رجاله. وراح مطلع فرد خرطوش وفي دماغ اكرامي طلقه واحده موته. ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا، ستودي بك الى اوضاع ماساويه حزينه. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي. زي ما تعودنا إحنا من خلال برنامجنا بنرسخ لمفهوم إن الجريمة لا تفيد. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ. شاب اسمه محمد عنده 37 سنة. والده ووالدته قالوا يا محمد عندك 37 سنة هتتجوز امتى؟ وهنفرح بيك امتى؟ وتخلف امتى؟ وانت بسم الله ما شاء الله صحتك زي الفل وبيلعب رياضة وجسمه عضلات. يا محمد عايزين نفرح بيك، شد حيلك يا ابن الحلال واتجوز. قاعد ليه؟ شقتك وجاهزة وامكانياتك وكويسة ودخلك معقول وتقدر تفتح بيت، ايه اللي مقعدك لغايه دلوقتي؟ الناس يا ابني بيتكلموا من ورانا، ايه اللي مخلي شاب طول بعرض زي كده ما يتجوزش لغايه دلوقتي؟ اجروا على ابنكم وشوفوا مال. محمد قال خلاص ماشي مفيش مشكلة، شوفوا لي عروسة. قالوا في بنت اسمها نسمة كويسة جدا ومؤدبة من مركز سيدي سالم كفر الشيخ. راح شافها وقعد معاهم والناس رحبوا بيه والبنت اعجبت بيه وتم الجواز، لكن قال لهم انا هقعد في بلدنا في مركز دسوق محافظة كفر الشيخ في عزبة اسمها عزبة الأزاز. طبعا البنت قاعدة في الاول في مركز سيدي سالم، لما تروح عزبة الجزاز في دسوق بعيد عن بيته او بعيد عن بلده، لكن البنت عشان كانت ريداه وحباه وافقت ان هي تنتقم من مدينة وتقعد في عزبة. وبالفعل اتجوزوا وعاشوا ايام جميله وربنا رزقهم بطفل جميل زي حياتهم وخلاها حياه جميله مليانه بالسعاده. لكن ما فيش سعاده مطلقه ولا شقاء مطلق، دبت الخلافات بين الزوجين فراحت بيت اهلها. بيت اهلها مين بقى؟ ابوها وامها ناس كبار في السن، ليها اخ واحد بس هو اللي شايل البيت كله، شايل ابوه وشايل امه ومتجوز وعنده طفلين. راحت تقعد معاهم ومعاها ابنها. الحمل كبير على كرامي، لكن كرامي ما قالش حاجه، قال دي اختي عرض وشرف وزعلانه مع جوزها مش هنرجعها غير لما تروح ترجع معززه مكرمه لجوزها، وانا مش هتنازل ان هو يجي محمد يعتذر لها ويرضيها علشان انا اختي تعرف ان ليها رجاله يقدروا ياخدوا حقها. بالفعل ابتدى محمد يبعت ناس، عايز مراتي، عايز مراتب، عايز ابني، مش عايزه تيجي ما تجيش، يبعتوا ابني اشوف ابني. اكرامي قال لا يا جماعه، قولوا لمحمد يجي يقعد معانا ونشوف الغلط على مين، واللي عليه الغلط يعتذر للتاني، وانا لو اختي غلطانه هكسر رقبتها وهو لو غلطان يعتذر له. الناس بلغوا محمد بكده، اكرامي بيقول لك كذا كذا، قال لك بس يبقى اكرامي مش عايز يرجع مراتي، يبقى اكرامي مخلي مراتي عنده واخته عشان تخدمه، يبقى اكرامي واخدها عشان تبقى خدامه. يا عم الشيخ هو راجل ما قالش حاجه. المهم قال خلاص انا هروح اقعد معاهم. شوفوا بقى الخيانه والغدر ازاي. محمد راح خبط على الباب، كانت الساعه 4 العصر، رن الجرس فتحوه. اهلا يا ابني، شوف بقى الاستقبال، اهلا يا ابني تعالى، مصارين البطن بتتخانق، الكلام اللي احنا عارفينه. يا ابني مزعل مراتك ليه؟ طب قال له انا احكي لكم وهاتوها واجهها. قالوا والله وعليا اللي ما هنتكلم ولا هنعمل غير لما ناكل مع بعضنا ونتغدى، احنا لسه ما اتغدناش ولازم نتغدى. شوف الناس استقبلوه ازاي. يعني دخل البيت قالوا له مش هنتكلم في اي حاجه ولا هنفتح اي مواضيع، يعني الناس كان نيتهم اهو خير، ولا هنفتح اي مواضيع غير لما ناكل عيش وملح مع بعضنا دلوقتي قبل ما نتكلم في اي حاجه. وبالفعل مراته هي اللي جهزت الاكل في بيت ابوها وامه وبيت مرات اخوها، بس اخوها كان بره في الوقت ده.
قعدوا كلوا وشربوا الشاي واتبسطوا مية مية. قال لي يا جماعة مش هينفع الكلام ده، أنا مراتي غلطانة جاتة بالسنة لما إكرامي يجي. وهم بيتكلموا أخوها الكبير جه خبط على الباب، دخل إكرامي سلم على محمد، يا محمد مزعل مراتك ليه؟ المهم الاتنين، محمد طبعا بيقعد يغلط في مراته وبيشتم، بيقولها أنت بتشتمها جاي عشان تصالحها ولا جاي عشان تشتمها وتبهدلها وقدام أبوها وأمها وقدام؟ يعني أنت مش مستعين بنا؟ يعني أنت جاي جوه بيتنا وإحنا بنقول لك يا عم محمد مزعلها ليه؟ جم بتشتمها وتبهدلها وعايز تضربها وإحنا واقفين؟ أنت مش شايفنا رجالة؟ والكلام ده منطقي. يكون رد فعل محمد إيه؟ قال له أيوه أنت مش رجال، أنت كلكم مفهومش راجل ولا فيكم حد يملى عين. راح إكرامي قال له أنت كده غلطت يا عم الشيخ، وأنت ببيتي أنا مش هقدر أغلط فيه. قال له لا أنت ولا اللي خلى فينا تغلط فيا، هو أنت كنت فيكم راجل؟ وراح مطلع فرد خرطوش وفي دماغ إكرامي طلقة واحدة موته. هو في إيه؟ الناس مدخلينك ووكلوك معاهم وقعدت كلت ومراتك هي اللي طبخت وقاعدين زي الفل، وجه إكرامي بيقول له ايه بس عايزين نحل الموضوع، قمت تقول له عايز بتشتم مراتك قدامهم وبتهنها وعايز تضربها قدام ابوها وامها واخوها الكبير جوه بيتهم؟ ولما إكرامي بيقول له انت جاي تضربها وتشتمها وتهنها انت مش شايفنا رجاله؟ قال له ايه مش شايف رجاله. قال له انت ما قالوش اطلع بره، انت بتغلط فينا ولا خبطوا قلمين؟ ده قال له انت ببيتنا وانا ما اقدرش اغلط فيك ولا اقدر ان انا حد يركبني العيب. شكرا يا ابن الحلال. قال له شكرا ايه، انت تعمل لي فيها راجل وصاحب بيوت؟ هو انت العشه اللي انت قاعد ده فيها بيت؟ وراح مطلع الفرد الخرطوش في دماغه، هي طلقه فتت عظم المخ، مات في الحال. خلي بالكم اللي مات ده إكرامي متجوز وعنده عيلين، وهو اللي بيعول ابوه وامه ومراته وعياله وبيعلو اخته كمان اللي زعلانه بما فيهم ابن الراجل ده، لان اخته راجعه بعيل. شوف يعني قد ايه الفجر. الراجل ده اللي مات ده إكرامي هو اللي بيخدم ابوه وامه ومراته واولاده وبيخدم اخته وابن الراجل اللي قتله. تقتله ليه؟ هو غلط في ايه؟ ليه الكبرياء والتنمر ده؟ في الاخر طبعا الناس اول ما سمعوا الطلقة وسمعوا الصوات مسكوا محمد جهة الشرطة، اعترف تفصيليا وسلم السلاح. خلي بالكم تصنيف الجريمة يبقى قتل مع سبق الاصرار والترصد، لان رايح هناك واكل عيش وملح معاهم وقاعدين مع بعضيهم ومراته اللي طبخت وشرب الشاي وهو رايح بسلاح، يعني كان مرتب ومجهز للمصيبة دي. عشان كده المحكمة في اول جلساتها حكم بالاعدام شنقا، والاحسن من كده ان تأيد حكم الاعدام. والاب والام بيقولك احنا خدنا حق ابننا بس مش هيشفي غالينا غير لما نشوف جثته وهي داخلة البلد عشان يتدفن. ليه؟ قتلت خربت كام بيت؟ ده اللي مات ده إكرامي كان بيصرف على بيته وبيصرف على ابوه وامه وبيصرف على اخته وابنك، ليه بتعمل ده كله؟ قتلته ليه؟ عشان نعرف بس احنا بنضيع مستقبلنا وبنضيع حياة ناس كتير، يتمنا اطفال ورملنا سيدات عشان ايه؟ انت نفسك ايه اللي استفدت؟ خدت اعدام. يعني محمد ده خلاص حكم الاعدام هيتنفس، خلاص استنفس كل الوسائل. مراتك اترملت، ولادك عندك ابن اتيت، موت إكرامي رملت مراته ويتمت ولاده، الاب والام ما بقاش ليهم عائد واحد يشيلهم ويصرف عليهم، ايه اللي استفدوا من ده كله؟ كل البيوت اتخربت. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.